الشباب كلمة لها وقع قوي في بلد فتي يعج بالشباب. أشياء كثيرة في وهران تحمل بصمتهم وجرأتهم وطموحاتهم. حتى الراي، موسيقى وهران الشهيرة، تبدو وكأنها تتحدث بلسانهم. من الصعب أن تجد شابا وهرانيا لا يعشق موسيقى الراي، ولا يعشق خالد ومامي وحسني الذي اغتيل في سنة 94 من القرن الماضي. نجاح الراي هو يدل على خيبة هذا، كما قلت انت قلت ليليت، النخبة. النخبة بصح ماشي غير النخبة المثقفة، يعني ليليت انتليكتويل ولا لي انتليكتويل، حتى النخبة الحاكمة سي لي شيك دون فاصون دو فوار. يعني الراي هنا مثلا نقول لك انا في السبعينات حتى الثمانينات كان ممنوع اغنيه الراي تجوز في التلفزيون ولا في الراديو، لانها كانت تعتبر اغنيه هابطه، اغنيه ساقطه، اغنيه كذا 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 كذا. كاسيت فعلا كانت تعطي خطاب غير الخطاب الرسمي اللي كان في كثير من الاحيان خطاب تجاوزته الامور. كانوا يقولوا الحقيقه، والحقيقه ما يجملوهاش. يا في با دو ماكياج، اون فالسيفي با لا رياليتي، اون لا ديزي كرو. لو راي سي كوم ان بيبي نون ديزيري، اي دونك اي لا اي اون سي با كومون كيفاش نتعاملوا معاه. مي سو بيبي ميتونون اي لا غروندي، لا بري دي زيل، اي لي على انترناسيونال. دونك c'est un élément de succès, c'est un objet de succès. Et donc, les Oranais doivent être fiers, justement, de ce succès. Et j'étais dans plusieurs villes dans le monde, ils connaissent Oran par deux choses. Par Albert Camus, puisqu'il a consacré beaucoup d'écrits, et par Khaled. Et il faut en tenir compte de ça. Khaled est le chanteur arabe le plus connu au monde. Tant que je bouge, moi, ça va, je suis bien ici. Hein, mais après, on peut pas savoir comment on tourne, mais enfin... Après, place aux jeunes. Ben Ammar, Allah, yirhamou, yirhamou, bah, m'ammou. Ou khtibt had l'qissette... قصة شباب الزايرين ما يعمل يا الأخوان، خلى شيعات وظاهرين من بكري شاو زمان. والسلام عليكم.